أهلا بكم في حصاد الأيام. عاجل 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 في ذكرى يوم القدس العالمي، طوفان الأحرار يجتاح العالم. أبناء الإمام الخامنئي جاهزون، والعدة في لبنان والعدد في اليمن. أما في العراق فقد انتهى وقت التمرين وبدأ وقت النزال. لا بقاء للكيان ولا لداعميه أو أعوانه. ورقة الظلم الصهيوني ستحرق وورقة النصر في القدس ستكتب. قفوا واصطفوا وترقبوا، فهذا العاجل بات واقعا وسنعلن النصر قريبا. تقرير شيبان سامي. إذن بداية حلقتنا لهذا اليوم وتغطيتنا عن إحياء أحرار العالم أجمع وخصوصا في العراق ليوم القدس العالمي، فلنتابع. تحيي عددا من الدول العربية والإسلامية يوم القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والتي تصادف هذا العام حيث خرجت مسيرات في العاصمة بغداد داعمة للفلسطينيين وسط هتافات وشعارات تندد بالظلم والاستبداد بالجرائم الصهيونية. كأي مواطن وأي عراقي يعتقد اعتقاد كامل بأن القضية الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من الشعور العراقي، العراقي دائما ينظر إلى القضية الفلسطينية جزء من وجوده، من كيانه، من إسلامه، من نضاله. يوم القدس أبسط موقف يقف الشعب العراقي لتأدية حق القضية الفلسطينية. الموقف العراقي ليس موقفا إعلاميا أو موقف مظاهرات، الموقف موقف تضحية، موقف كثير من الشهداء العراقيين استشهدوا في فلسطين. ما يميز هذه السنة يوم قدس هذه السنة بالنسبة إلى السنوات الماضية أنه بات العالم كله يعرف مدى وحشية وهمجية وظلم الكيان اللقط الصهيوني. رسائل كثيرة احتوتها هذه المسيرة التي تطرقت لنصرة الحق واستمرار المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في وقت الذي تشهد فيه غزة أبشع جرائم الإبادة الجماعية على مر التاريخ. الرسالة التي ترسلها اليوم هذا الجموع الغفيرة إنه لا انفكاك ولا تنازل عن موضوع غزة. غزة لدينا بوصلة للكرامة. غزة قسمت العالم إلى محورين، محور ينشد الكرامة والعزة والرفعة، ومحور آخر يبحث عن الاستغلال وعن الاستهتار وعن القتل. اليوم جرائم تنتهك في غزة يندى لها جبين إنسانية. ورفع المشاركون في المسيرات صورا للقدس الشريفة وشهداء جبهة المقاومة، إضافة إلى أعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية التي تنادي بنصرة الشعب الفلسطيني. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، للحديث عن محور حلقة هذا اليوم ينضم إلينا كل من رئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية دكتور محمود الهاشمي. مرحبا بحضرتك دكتور، وأيضا عضو شبكة الهدف الأستاذ مؤيد العلي. أهلا وسهلا بحضرتك ورمضان كريم. أيضا ينضم معنا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة الطهران الأستاذ مختار حداد. أستاذ مختار مرحبا بكم ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم. أهلا بحضرتك. بداية دكتور من جنابك،
أحرار العالم اليوم يحيون يوم القدس العالمي، ما هو الهدف من إحياء هذا اليوم؟ ما هي الرسالة التي يراد إيصالها إلى الكيان الصهيوني المحتل عبر إحياء هذا اليوم من عدة جبهات وعدة بلدان وخاصة الإسلامية منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، برنامجكم الموقر، مشاهديكم الكرام وضيفيكم الكريمين أستاذ مؤيد والأستاذ رمضان مطهران. يوم القدس العالمي لم يحيى فقط في هذا العام، إنما هو يحيى منذ 45 عاما، ونحن نشارك في هذه الإحياءات السنوية على مدى هذا 45 عام. وفي كل عام يأخذ بعدا آخر غير الذي قبله، ربما كان في البداية مجرد إعلان، حتى أننا كنا شباباً أنذاك عام 1979، وعندما سمعنا يومها أن الإمام الخميني رضوان الله عليه قد أعلن عن يوم للقدس، يوم عالمي للقدس، كنا قد ترددنا في تناول هذا الموضوع، بحيث أن الجمهورية الإسلامية لم يمضي على ثورتها سوى 3 أشهر، فكيف لثورة وهي في عمرها الأول، أيامها الأولى، أن تعلن عن موقف خطير إلى هذا المستوى؟ لأن أمريكا في ذلك الوقت شبه متفردة بالعالم، لأن الاتحاد السوفيتي يشهد أيامه الأخيرة أو هزاله الأخير، فكان الولايات المتحدة من الجبروت وهي الداعمة لإسرائيل، فأعلن عن شعارين. أولاً أعلن أن أمريكا سماها الشيطان الأكبر، وكذلك سمى إسرائيل الغدة السرطانية، وقال لابد أن تمحى إسرائيل. يومها إسرائيل تعيش نشوة انتصاراتها في إيرادات كبيرة، باعتبار أنه عام 79 تم الإعلان عن التطبيع لأول دولة عربية وهي مصر، فهي تشعر بنوع من الغبطة والاستقرار، وإذا بثورة وبقائد يعلن أولاً عن يوم عالمي للقدس ويسمي أمريكا بالشيطان الأكبر ويسمي إسرائيل بالغدة السرطانية في المنطقة ويقول لابد أن تمحى إسرائيل. هذا المعنى الأول في يومها، جسده ماديا بإخلاء السفارة الإسرائيلية وتحويلها إلى سفارة لفلسطين، وكذلك أفرغ السفارة الأمريكية، ومن يومها لم تعد لهم علاقات مع الولايات المتحدة، وكان هذا تحدي كبير لثورة تبدأ في أول أيامها. على الأقل نصحوه في البداية أنه أجلها يعني إلى موعد آخر، ولكن الإمام لم يؤجل مثل هذا الموعد، بدأنا نحييه. إذن رغم خطورة التحدي، كيف يشكك المشككون اليوم بموقف أمم تدعم هذا اليوم وتدعم القضية الفلسطينية منذ 45 عام حتى اللحظة؟ ربما شكك من شكك في سنواته الأولى، ولكن بعد أن تحول يوم القدس العالمي إلى معنى، يعني كان مجرد خطاب ومسيرات ثم تحول إلى معنى، كيف هذا المعنى؟ هو دعم محور المقاومة. تحولت المقاومة ليس بالمجرد مجموعة من الفدائيين ينتحرون على حدود إسرائيل، إنما تحول أول إلى عقيدة، أن كل المقاومة الذين التحقوا بالمقاومة الإسلامية يحملون العقيدة الإسلامية. وثانيا أصبحوا ليس فقط هم مجموعة من قادة مقاومة ومقاومون، إنما هم مشروع سياسي. يعني الآن تجد أنت في لبنان حزب الله في لبنان ليس فقط مشروع عسكري، إنما هو مشروع عسكري وسياسي مشارك بالسلطة، وكذلك في العراق مقاومة ومشاركون في السلطة، في اليمن مشاركون في السلطة وفي نفس الوقت مقاومة، في سوريا كذلك، وفي كذلك في غزة هم كانوا يقودون غزة المقاومة تقودها. إذن المقاومة مشروع سياسي تحول ومشروع عسكري في نفس الوقت. هذا التحول من المعنى العام والخطابي إلى المعنى الميداني والعسكري في كل الأبعاد جعل العدو الآن لا يحسن التشكك، بل التحق بنا كثيرون ربما كانوا في قيد التشكيك. أما عملاء أمريكا فليبقوا حيث يبقوا، في التشكيك أو غير التشكيك، أن الميدان هو الذي يقرر ذلك. جيد أستاذ مؤيد، رحب بحضرتك مرة أخرى. بالبداية كيف تقرأ أهمية يوم القدس العالمي وأهمية إحياء؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك سيد الكريم وإلى ضيفكم العزيز أستاذنا أستاذ سيد محمود وللضيف العزيز من طهران. بلا شك يعني يوم القدس شكل انعطافة كبيرة جدا في طبيعة الصراع مع هذا الكيان الغاصب. الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه الإمام السيد الخميني عندما دعا إلى هذا اليوم كان يحمل استراتيجية حقيقية. اليوم نشهد أبعادها ونشهد ثمارها باعتبار أن يوم القدس أتى في ظل يعني خذلان المنظومة العربية الحاكمة آنذاك والإسلامية إلى القضية الفلسطينية، وباتت يعني تعمل مشاريع السلام بل كانت مطبعة من تلك في تلك الفترة مع هذا الكيان الغاصب. وكان العدو يعمل مع أمريكا مع العديد من الدول الغربية وللأسف مع بعض المنظومات العربية من أجل صهر عقول الشباب والأمة لكي لا تكون القضية الفلسطينية حاضرة في وجدانهم، وأن يتعاملوا مع إسرائيل كدولة صديقة وجارة وجب التعامل معها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ويبقى الفلسطينيون في المهجر وبالتالي تكون القضية الفلسطينية في طي النسيان. لذلك كانت الهدف الأول لإحياء يوم القدس هو أن تبقى القضية الفلسطينية شاخصة في ضمير أبناء الأمة. النقطة الأخرى كانت يركز فيها الإمام على ترسيخ ثقافة المقاومة، واليوم الكل يدرك وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني إنه لا يمكن الخلاص من هذا الاحتلال إلا فقط بالمقاومة والمقاومة فقط. فبالتالي يعني يوم القدس ساهم في بناء جيل مقاوم ليس فقط على مستوى فلسطين، على طول جبهة المقاومة سواء كان في العراق في لبنان في سوريا في اليمن، وقد تلتحق العديد من الشعوب في هذا المسار. ما يحدث اليوم من انقلاب نوعي كبير جدا لدى الشعب الأردني والذي يخرج طوال يعني أكثر من 10 أيام في تظاهرات يومية بوقت محدد وأعداد كثيرة جدا أمام السفارة الإسرائيلية ويطالب بغلقها ويطالب بفتح المعابر مع فلسطين وينادي بنفس شعارات محور المقاومة الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. هذا تطور نوعي كبير جدا. بدأت ساحة المواجهة وساحات المقاومة تتمدد بشكل كبير جدا. من أهم تجليات ونتائج يوم القدس أنه أنشئت جيل مقاوم اليوم يقود المعركة في غزة طوال 6 أشهر، والعملية البرية الكبيرة جدا المدعومة إسرائيليا الذي يصنف من أكثر الجيوش تقدما وامتلاكا للأسلحة الحديثة والمتطورة والتكنولوجيا من خلال التجسس والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة المدعوم أمريكيا وبريطانيا والعديد من حلف الناتو، وحصار مطبق 360 درجة على كل مداخل ومخارج قطاع غزة الذي لا يتجاوز 360 كيلومتر. 360 كيلومتر مربع بالقياسات الأمنية والعسكرية مدينة صغيرة جدا لا تعني شيء. هذه المدينة بالمقاومة التي يعني استغلت يعني استمدت واستسقت من يوم القدس والمبادئ التي زرعها الإمام الراحل الإمام الخميني، مبادئ الصمود والقوة بالوجوه بوجه المستكبرين. لذلك كانت النقطة الأولى هي نصرة المستضعفين والوقوف بوجه المستكبرين. لذلك اليوم عندما النصر الأسطوري للشعب الفلسطيني الذي يرفع له القبعة 6 أشهر وآلة الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا وحصار جوي وبري وبحري وقتل وتجويع، وفي شهر رمضان وما زالت المقاومة الفلسطينية صامدة وتناور وتقوم بتكتيكات دفاعية وهجومية، كل هذه المبادئ لماذا؟ لأنه ترسخت في نفوسهم ثقافة المقاومة التي زرع بذورها الإمام الراحل في عام 1979. لذلك بلا شك اليوم نشهد عصر ذهبي للمقاومة، وبالتالي لله الحمد أنه نشهد في أعمارنا بداية زوال هذه الغدة السرطانية من قلب الأمة العربية والإسلامية وهي فلسطين الحبيبة. نعم، إذن أنتقل إلى أو من طهران رئيس تحرير صحيفة الوفاق الأستاذ مختار حداد، ورحب بحضرتك مرة أخرى وأسألك، ربما من لم يتعمق بموضوع يوم القدس كان يراه مجرد شعارات وأن إحياء هذا اليوم هو ربما يمر مرور الكرام، لكن المواقف والنتائج التي انعكست من التعمق في هذا المشروع الكبير عكسوها اليوم وبرهنوها أبناء المقاومة في كافة المحاور سواء في فلسطين أو البلدان الإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية. ما أهمية هذا القدس هذا اليوم يوم القدس العالمي الذي أسس له منذ أكثر من 4 عقود؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ومشاهديكم الكرام ولضيوف والأعزاء. حقيقة يعني الإمام قدس سره الشريف كانت لديه يعني رؤية مستقبلية عندما يعني أسس يوم القدس العالمي. أصلا إذا نعود إلى التاريخ منذ بدء النهضة الإسلامية في إيران في عام 1963 الإمام الخميني منذ أولى كلماته الذي يعني واجه فيها نظام الشاه الدكتاتوري الإجرامي أشار إلى خطورة المشروع
الصهيوني، وكان دائما يعني يشير إلى موضوع دعم فلسطين، تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني. وحتى في تلك الأيام في ذروة يعني كفاح أبناء الشعب الإيراني في وجه الشاه، حتى عام 1979 يعني هناك كان الثوار الإيرانيون يذهبون ويحضرون يعني في معسكرات النضال الفلسطيني، وإيران قدمت شهداء يعني حتى في تلك الفترة، ويعني هم كانوا يكافحون إلى جانب المناضلين الفلسطينيين. يعني هنا الإمام، وعندما يعني بعد يومين من انتصار الثورة تم فتح السفارة الفلسطينية بطهران بحضور رئيس منظمة التحرير في تلك الفترة ياسر عرفات، نعم. ويعني بعد ذلك إعلان يوم القدس العالمي، الإمام الخميني حقق أهم هدف للثورة الإسلامية في المجال العالمي، وهي القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ومواجهة المشروع الصهيوني. الإمام كان يعني عندما أعلن يوم القدس العالمي قبل 46 عاما أراد أن يعد أو يجهز لمثل هذه الأيام. يعني نحن اليوم نرى إثر إعلان الإمام الخميني يوم القدس العالمي تأسيس حركات مقاومة تحقق الانتصارات. لن نعرف يعني في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات ماذا حدث للحركات المقاومة الفلسطينية في تلك الفترة، وكانت معظمها يعني حركات يسارية، وتم تضعيف هذه الحركات وإرسال منظمة التحرير بعد موضوع لبنان ومن ثم إلى تونس وبعدها عن الساحة الفلسطينية. هناك تم تأسيس حركات كانت تتأثر بفكر الثورة الإسلامية، وهذا الفكر الذي أسس له الإمام الخميني كالمقاومة الإسلامية في لبنان وحركة الجهاد الإسلامي، وفيما بعد في التسعينات يعني حركة حماس. فلذلك هذه الحركات اليوم هي التي أسست لمرحلة الانتصارات، يعني المقاومة الإسلامية في لبنان بعد عام 2000 شهدنا يعني في عام 2000 كيف مقاومتها أدت إلى هروب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان. عام 2006 حققت ذلك الانتصار الإلهي الكبير، وبعد ذلك رأينا المقاومة الفلسطينية تحققت الانتصارات تلو الأخرى، يعني الحروب من 55 يوم و 22 يوم كانت قد تصل إلى ساعات، والصهاينة يعني يطلبون من الوسيط المصري والدول الأخرى بأن يأتوا ويعلنوا يعني وقف إطلاق النار. في هذه المرحلة نرى أن المقاومة كذلك حققت يعني نصرا كبيرا، وهذا معروف، ويعني الكيان الصهيوني قال نحن سنقضي على المقاومة، سنقوم بتهجير قصري، سنحرر الأسرى، ولا يستطيع أن يفعل أي شيء وهو متورط في أزمة كبيرة. يعني من أسس باعتقادي لهذه الحركة الكبيرة، هذه المقاومة المنتصرة، هي كانت فكرة يوم القدس العالمي وتلك الرؤية المستقبلية للإمام الخميني. يعني هنا الثورة الإسلامية لديها شعار لا شرقية ولا غربية، وأولويتها الأساسية هي القضية الفلسطينية. واليوم نرى يعني هذه المشاركة الكبرى في يوم القدس العالمي تعطي رسالة مهمة بأنه الشعوب تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتعارض السياسات الصهيونية والغربية والأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني. جيد دكتور، مع التغير التدريجي والجزئي للمواقف أو مواقف الدول الكبيرة منها وتحديدا أمريكا لدعم قضية إسرائيل، هل من الممكن أن يأتي يوم ونرى هذه الدول ربما تتخلى عن دعم إسرائيل وسياستها الغاصبة؟ في سبعينيات القرن الماضي كنت قد طالعت دراسة لكاتب أمريكي، سألوه متى تزول إسرائيل؟ قال تزول إسرائيل عندما تزول الظروف التي أنشأت إسرائيل. إسرائيل أنشأتها ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح اليهود عقدة على كل أوروبا، فتخلصوا منها بإيجاد مكان مفترض اسمه فلسطين وأرض ميعاد، وهذا يعني شيء مفترض لأن اليهود لم يفترضوا فقط أرض فلسطين هي أرضهم أرض الميعاد، إنما افترضوا مثل هذه الأماكن، حتى الولايات المتحدة اعتقدوها هي أرض الميعاد، وكذلك في الأرجنتين وكذلك في أفريقيا.
فإذا هذا الافتراض دفعته ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية والتخلص من اليهود لأنهم أحدثوا مشاكل كبيرة في العالم. يعني وعد بلفور، بلفور هو يعني كان وزير خارجية بريطانيا، وعد بلفور هو نفس بريطانيا كانت في فترات تاريخية، يعني أعتقد 1250 كذا، كانت تلبس اليهودي عقداً أصفر إعلاناً أن هذا إذا مر بالشارع أي يهودي يجب أن يعرف بالشارع حتى لا يتم التعامل معه ويشكك به لأنه شخصية غير مرغوب بها في بريطانيا. كل دول أوروبا طردت اليهود، جميع دول أوروبا، إسبانيا طردتهم 3 مرات، بريطانيا طردتهم، روسيا طردتهم، كل العالم طردتهم. هم لا يستقيمون في مكان حتى يعلنوا عن عقيدتهم المخالفة لكل عقائد الأمم ثم بعد ذلك يطردوا. إذن ما الذي يجعل هذه الدول تدعمهم مرة أخرى بهذا؟ فالذي جعل أنه دعمهم في تلك الفترة هو التخلص منهم، وجعلها أيضا هي منطقة امتياز أو مصالح للولايات المتحدة ودول الغرب. هذا الظرف تم في 1948 وقبل ذلك طبعا بدأوا بعد الحرب العالمية الثانية. لما تم الإنشاء واكتمل، الآن الظروف غير ذلك. أيضا نفس الكاتب كان مقالة في السبعينيات قرأت له نفس الدراسة، يقول أن واحدة من أسباب انهيار الحضارة الأمريكية هي إسرائيل. يعني إذا أمسكت الولايات المتحدة بإسرائيل حيث تأخذها يمينا وشمالا وربطت وجودها بالصهاينة وبإسرائيل سوف تكون سبب انهيار أمريكا. هذا التشابك تفرض المصالح. ترامب الرئيس الأمريكي عندما كان يعني الرئيس السابق ماذا قال؟ قال لم يعد الشرق الأوسط من أولوياتنا، بمعنى الشرق الأوسط من ضمن إسرائيل. وأراد أن يتخلص من عقدة اسمها إسرائيل بربطها بالولايات المتحدة. لم يعد الشرق الأوسط من أولوياتنا، إذن لديهم أولويات في مناطق أخرى. هذه الأولويات والنزوح عنها لابد من صدمة سارعت في إحضارها هي معركة غزة الأخيرة. هذه المعركة ونشوء وقوة المقاومة جعلت الولايات المتحدة الآن في حالة من الحرج. إذا انخرطت في المشروع الأمريكي والوجود الصهيوني وبقيت على هذا الحال يؤثر على الداخل، وأنت حضرتك تلاحظ الآن مدى تأثير إسرائيل على الانتخابات في داخل أمريكا ودول العالم أجمع. إذا هذه مشكلة أصبحت عندما تتحول إسرائيل إلى عقدة فتبقى على أمريكا. هل تفضل مصالحها كمصالح الأمريكان على حساب إسرائيل؟ إذن هل من الممكن أن يتخلى الجانب الأمريكي عن دعم لإسرائيل؟ طبعا الآن بدأت المشروع في أولا بالمصادقة على القرار الأخير، قرار مجلس الأمن الأخير 2728 اللي هو في 25/3. هذا موافقة على مضض، لم يعد أمام أمريكا سوى الإعلان عن هذا القرار، هذا أولا. وثانيا أدركت أمريكا أن معركة غزة قد انتهت وأن إسرائيل إذا تمددت ستخسر المعركة وتخسر هي أيضا. الآن سوف تنخرط بمشروع جديد. أنا تصوري محل السياسي كتبت عنه منذ البداية، وأعتقد أستاذ مؤيد هم يعني طالع ما كتبناه، أن الصين ستكون فاعلا في هذا المجال، الوحيدة التي تربطها علاقات مشتركة. أرادوا لهم أن يحلوا مشكلة إسرائيل وفلسطين بعيدة عن الصين وبعيدة عن الإرادات الأخرى، لم يوفقوا. الآن عليهم أن يدخل الصين ويدخلوا الجمهورية الإسلامية في المعادلة لإنهائها. إذن بدأ المشروع الذي تحدثت عنه حضرتك، وهو أمام أمريكا إما أنها تنفصل عن إسرائيل لمصلحة أمريكا نفسها أو أنها تنخرط مع إسرائيل وينهار معا. حتى موقف الجانب الأمريكي أستاذ مؤيد تغير في قضية الضربة أو الهجمة الأخيرة في سوريا على القنصلية الإيرانية، وقالوا أن ما حدث دون علم الجهات الأمريكية وليس لنا أي علاقة بهذا الهجوم ولا نقبل أي تعدي على القنصليات. إذن ماذا سيحل بالكيان الغاصب
إذا ما توقف الإنعاش الأمريكي والدعم المستمر له؟ يعني الجميع يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد عملية طوفان الأقصى المباركة هي كانت الدولة الأولى التي مدت يد الدعم الكبير سواء كان على المستوى الأمني والسياسي والعسكري إلى الكيان الغاصب بسبب الانهيار الكبير والاستراتيجي الذي لحق به الكيان وكان يعيش في صدمة. لذلك الولايات المتحدة قامت بجسر جوي لإمداد الكيان الغاصب بكل ما يحتاجه من أنواع الأسلحة والمتفجرات إضافة إلى المساعدات الأخرى على المستوى الغذائي والصحي، ناهيك عن أنه كانت هناك غرفة في دائرة عمليات المناورة البرية الإسرائيلية، كانت الغرفة العمليات تدار من قبل وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي. حتى وزير الخارجية الأمريكي عندما زار إسرائيل قال أنا أتيت هناك يهودي، بالتالي اللوب اليهودي هو يؤثر بشكل أو آخر في داخل القرار في البيت الأبيض. لكن أمريكا لها استراتيجيات كما تفضل السيد الكريم، أمريكا لها أولويات كبرى، أولوياتها اليوم باتجاه الصين، أولوياتها باتجاه الصين وروسيا التي بدأت تتنامى بشكل كبير جدا سياسيا واقتصاديا. لذلك أمريكا تفكر في مصالحها ستة أشهر وتقدم كل ما تستطيع، أكثر من 300,000 طن من المتفجرات والأسلحة والتكنولوجيا الحديثة والطائرات المسيرة والأقمار الصناعية في قطاع غزة، هذه المساحة الصغيرة، ولم تستطع إسرائيل أن تحقق أهدافها الثلاثة، لم تستطع أن تحرر أسير واحد بالعمليات العسكرية، لم تستطع أن تقضي على حركة حماس المقاومة الإسلامية في قطاع غزة، لم تستطع أن تجعل مناطق قطاع غزة آمنة. حتى المناطق التي دخلتها في شمال وسط قطاع غزة ما زالت المقاومة تقوم بعمليات هجومية، تقوم بعمليات قصف مستوطنات في غزة، وحتى في الأيام كانت تقصف تل أبيب. ما هو السر في صمود المقاومة اليوم؟ أو كانوا يتحدثون عن الجيش الإسرائيلي بأنه الجيش الذي لا يهزم ولا يقهر، والبروباغاندا وغيرها، يعني كانوا يوصلون صورة رهيبة جدا مخيفة للعالم. ها صورة كانت يستخدمون الإشاعة، عمليات التضليل، التضخيم، تساعدهم أجهزة الإعلام باعتبار أنه اليوم بشكل أو آخر أجهزة الإعلام هي بيد الغرب، بيد أمريكا تحديدا. لكن استراتيجية المقاومة، المقاومة الفلسطينية التي انتقلت من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم، من المقاومة بالحجارة إلى المقاومة بالصواريخ والمسيرات والصواريخ التي تصل إلى تل أبيب، استطاعت أن تمتلك استراتيجيات وتكتيكات دفاعية وهجومية، استطاعت من خلالها أن تحقق النصر الاستراتيجي والانعطاف الكبيرة في منطقتنا في 7 أكتوبر أو ما تسمى عملية طوفان الأقصى. وبالتالي التخطيط الصحيح والسليم للمقاومة الفلسطينية والجهات التي قامت بدعمها وتدريبها كانت تدرك تماما وتدرك نقاط القوة والضعف لدى الكيان الغاصب. عودا على سؤالك في بداية الحديث، أمريكا لن تستمر طويلا في دعم الكيان، هي بدأت فعلا تتراجع تدريجيا بدءا عندما تفضل السيد الكريم في قرار مجلس الأمن لم تستخدم حق النقض الفيتو، علما أن أكثر من 3 مرات أمريكا استخدمت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن من أجل صد أي مشروع لإيقاف لإدانة إسرائيل أو إيقاف يعني إطلاق النار في غزة. بدأت في مجلس الأمن أيضا، كان هناك ليلة أمس اتصال ساخن جدا بين بايدن ونتنياهو، توبيخ شديد اللهجة إلى نتنياهو لأنه لم يستطع أن يحقق شيئا في الحرب. أيضا أمريكا تخشى من توسيع نطاق الحرب اليوم بعد عملية المتهورة من قبل نتنياهو وقصف السفارة الجمهورية الإسلامية في سوريا، وأمريكا والعفن وإيران حملت أمريكا وإسرائيل مسؤولية ما يحدث، وأن أمريكا وإن كانت تعلم أو لا تعلم هي جزء من عملية الرد. فبالتالي أمريكا تعيش في قلق وخوف من الرد الإيراني. لماذا؟ لأنها تعيش في صراع انتخابي، الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نهاية هذه السنة في الشهر 11، يعني هناك صراع كبير جدا بين الحزبين، هناك ولايات بالكامل امتنعت عن التصويت لمرشحين معينين للحزب الحاكم لأنه يشترك في هذه العملية. هذا الموضوع مهم جدا. إذا تسمح لي أسأل الأستاذ مختار، يعني الجانب الأمريكي يقول أبلغنا إيران عبر قنواتنا الخاصة أنه لا دخل للجانب الأمريكي بالقصف الذي حصل في سوريا. طيب سياسة فتح الجبهات أو فتح المحاور الجديدة هل تتبعها إسرائيل؟ هل تغيرت السياسة وهل أمريكا ربما تعارض هذه السياسة المتبعة؟ في الحقيقة يعني الولايات المتحدة يجب أن نسأل لماذا بهذه القوة دخلت بعد عملية طوفان الأقصى يعني المباركة في دعم الكيان الصهيوني. نتذكر يعني في الحروب السابقة الولايات المتحدة هي كانت تتدخل من أجل يعني إيقاف الحرب والتدخل الوسيط المصري أو الوسيط القطري لإعلان وقف إطلاق نار، لأنه هذه المرة الكيان الصهيوني كان يواجه يعني أزمة كبرى. هذه الأزمة كانت تعرض
وجود أو تعرض وجود الكيان الصهيوني إلى الخطر الوجودي، يعني كان يقرب كيان الصهيوني من السقوط. فهذه أدت إلى أن الكيان الولايات المتحدة تدخل لإنقاذ الكيان الصهيوني من السقوط والزوال. ولكن يعني بعد فترة، والآن نرى يعني بعد هذا الفشل الصهيوني الذريع، يعني سواء في المجال العسكري واضح يعني هو فاشل أمام المقاومة في قطاع غزة، تلحق به الهزائم، يعاني من أزمة كبرى في البحر الأحمر وفي شمال فلسطين المحتلة، ومن جانب المقاومة الإسلامية في العراق التي تستهدف كذلك الكيان الصهيوني. من الناحية الاقتصادية، اقتصاد الكيان منهار، يعني جنوب فلسطين المحتلة الحياة الاقتصادية يعني تشهد شلل تام، في شمال فلسطين المحتلة كذلك بهذا الشكل، الموانئ الصهيونية خاصة ميناء أم الرشراش لم يعمل، إلى جانب ذلك يعني هناك قوة كبيرة من الجيشية من الاحتياط، وهؤلاء قوة عمل وتم نقلهم إلى جبهات القتال. القوة الأجنبية التي كانت تعمل ومنها التايلانديين الذين يعني هم كانوا يعني القوة عمل الأولى الأجنبية في البلاد قد هربوا من فلسطين المحتلة. إلى جانب ذلك كل يوم تكلفة الحرب هي أكثر من 360 مليار مليون دولار، وهناك نرى انهيار للشكل. من جانب آخر الجانب الأمني، الجانب الأمني كذلك يعني الكيان الصهيوني يواجه الآن أزمة أمنية، يعني هذا الفشل الأمني في عدم توقعهم يعني لعملية مرتقبة للمقاومة التي أدت إلى عملية طوفان الأقصى، يعني هذا يؤكد أنه المنظومة الأمنية الصهيونية تعاني من أزمة كبرى. وفي ظل هذه الأزمة نحن يجب أن نتذكر هذا الموضوع، إيران أعلنت أستاذ مختار إذا تسمح لي، لماذا يذهب الكيان الصهيوني لفتح جبهة جديدة؟ وهل وأيضا قائد الثورة الإسلامية أعلن عن أن الرد الإيراني سيكون مزلزل وستكون صفعة قوية للكيان الغاصب جراء قصفه لمقر القنصلية الإيرانية في سوريا؟ برأيك كيف ومتى سيكون الرد وبأي طريقة؟ نعم، يعني نظرا لما أشرت إليه من أزمات الكيان الصهيوني كذلك الآن يعاني من أزمة يعني أنه وجوده في خطر، فلذلك يعني يقوم بتوسيع جبهات القتال والمواجهة. فمن هنا الأمريكان كذلك يشعروا بالخطر لأنه الكيان يقترب إلى يعني مرحلة السقوط، فلذلك يعني يقوم بمثل هذه العمليات الإجرامية الإرهابية ومنها استهداف القنصلية الإيرانية. وكان واضح يعني رد إيران، وهو كان يعني كلام قائد الثورة الإسلامية بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، وكذلك يعني تصريحات المسؤولين. كلمة الإمام الخامنئي كان فصل الخطاب، بمعنى أنه قال أنه رجالنا الشجعان هم سيأخذوا الثار ورد إيران سيكون مزلزل. فلذلك أنا باعتقاد الكيان الصهيوني يعاني الآن من أزمة كبيرة، فلذلك اليوم أعلن المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية عن فحوى رسالة إيران، بأنه إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة تبتعد من مستنقع نتنياهو وتبتعد من الكيان الصهيوني لكي لا تتلقى ضربة. والولايات المتحدة ماذا ردت؟ قالت لإيران نعم نحن سنبتعد ولكن لا تضربونا. يعني بشكل ما الآن الولايات المتحدة تتخلى على الكيان الصهيوني في حال يعني قيام الجمهورية الإسلامية بأي عمليات رد ضد الكيان الصهيوني، لأنه كما أشار ضيوفكم الكرام واشنطن على وشك مرحلة مهمة وهي الانتخابات، وتعاني من أزمة داخلية خاصة الرئيس الأمريكي الحالي. نعم جيد. دكتور، هناك قراءات أخرى، ربما من يرى أن إسرائيل تحاول جر إيران إلى صراع مباشر، وبالتالي حتى تكسب شرعية أو شرعية في هذه القضية إن كان الرد مباشر من قبل. هل سترد إيران بنفس الطريقة التي قصفت بها إسرائيل، أو كيف سيكون الرد؟ هل ستكون عبر محور المقاومة في البلدان الإسلامية؟ تفضل. في القاموس السياسي تصنف الجمهورية الإسلامية أو قيادة الجمهورية الإسلامية بأنها من الدول العاقلة، أي أنها تحل جميع مشاكلها بالتأني والدقة واختيار الزمن والمكان المناسب لأي إجراء تقوم به، وهذا طبعا يحسب لها
ويحسب للثورة التي امتد عمرها إلى 45 عام وهي لم ترتكب خطأ استراتيجيا، مع أنها عاشت هاي 45 عام في التفرد الأمريكي وهو أخطر تفرد في العالم. أمريكا هيمنت على الكرة الأرضية بأجمعها، ولكن استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تبني تجربتها على التحدي الأمريكي. سأضرب لك مثلا بسيطا، زرت إيران قبل 5 سنوات فكانت الصيدليات خالية من الأدوية، يعني واصلين إلى مرحلة قد يعتمدون حتى على العش والأعشاب يعني كذا. وكانت أمريكا قد أغلقت عليها معظم المنافذ للحصول على الأدوية. زرناها حديثا فوجدت أن رفوف الصيدليات ملأى بالأدوية الصناعة الإيرانية، وصل أنهم يصنعون 95 إلى 96% من أدويتهم هي صناعة إيرانية وبمواصفات عالية. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الدولة تفكر بالاستراتيجي، ليس برد أنني أحارب أمريكا لأنها أغلقت علي طريق العلاج أو أطلقت منعت علي فلان نوع من السلاح. لا، هذا التخطيط الاستراتيجي لأي دولة في العالم يوصلها إلى مناطق القوة. نعم، مرت بظروف صعبة ومعقدة إيران، السبب هو أنك لم تتحدى دولة صغيرة، أنك تتحدى دولة بحجم الولايات المتحدة. والخلاف الأمريكي الإيراني يختلف عن أي خلاف مع أي دولة أخرى. يعني الصين معظم شركات الولايات المتحدة هي موجودة الآن في داخل الصين، في داخل المكسيك، موزعة على دول عديدة، لكنها لا تربطها بعلاقة مع الجمهورية الإسلامية. السبب أن الخلاف الإيراني الأمريكي وخلاف عقائدي. إيران لا تستخدم نظام البراغماتي في العلاقات السياسية مع دولة مثل الولايات المتحدة، هي واضحة معها أن هذا خصم ممكن تستخدمه مع دولة قد تكون صغيرة، قد تحتاج نوع من المرونة الكذا، ولكن هذا التخطيط الدائم للاستراتيجية. دكتور، مع المتغيرات الإقليمية والدولية الحديثة، ما قراءتك للمرحلة المقبلة باختصار؟ المرحلة المقبلة كما قال السيد حسن نصر الله أول أمس في خطابه على المنبر القدس، قال كلمة مهمة، قال علينا أن نخطط الآن إلى مرحلة ما بعد طوفان الأقصى، أي أن معركة طوفان الأقصى قد حسمنا الموقف منها. نعتقد جميعا أن المعركة قد انتهت، معركة طوفان الأقصى انتهت، لم تستطع إسرائيل أن تحقق أي نصر، وأنها كل الذي تقوم به هو عملية إبادة للشعب. هذه الدماء تتحول إلى احتجاجات وإلى دعم للقضية الفلسطينية، وهي دماء قرابين من أجل الحرية ومن أجل تحرير فلسطين. لذا فلما المعركة انتهت في بعدها العسكري، بقي لنا كيف نناور وكيف نعمل في المنهج السياسي كي نستطيع أن ننتج حلا لمرحلة ما بعد غزة. مرحلة ما بعد غزة يعني إعادة إنتاج الشرق الأوسط من جديد. إعادة إنتاج الشرق الأوسط من جديد ليس بالتدخل الأمريكي، ولكن الآن أصبحت المقاومة رقما كبيرا في المعادلة السياسية وفي المعادلة العسكرية، وهذا جميعه يوفر لنا فرصة إن شاء الله كيف نخطط إلى مستقبلنا في ظل الظروف الجديدة. أستاذ مؤيد، بعد حصار دام لمدة 6 أشهر، كيف يفسر صمود المقاومة لأكثر من 185 يوم بوجه كيان غاصب مدعوم من قبل أعظم دول العالم وأقواه؟ يعني أولا العقيدة العسكرية والقضية الحقة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الذي كان حاضرا معها وثبت في الميدان، لم يرضخ إلى تهديدات الكيان الغاصب، لم يعني يخرج من قطاع غزة، ما زال موجود مع المقاومة ويتحمل شتى أنواع القصف والإبادة والتجويع ونقص الخدمات حتى على المستوى الصحي، باعتبار اليوم معظم مستشفيات قطاع غزة هي شبه خالية من الأدوية، بينما قام الكيان الغاصب بتدمير أكثر من مستشفى بشكل واضح وبشكل سافر وأمام كاميرات العالم. هذا الصمود يعني أمام هذه الآلة الحرب الإسرائيلية أيضا تبين من جانب آخر أنه الجانب الإسرائيلي لا يمتلك، المقاتل الإسرائيلي لا يمتلك عقيدة قتالية، ليست له قضية مبدئية يدافع من أجلها. رأينا في الأشهر الأولى كيف كان يتباكى المجندون جنود الاحتياط الذين يرفضون الالتحاق بساحات القتال في مواجهة المقاومة الفلسطينية.
هذا الصمود وهذا الثبات لمدة يعني 6 أشهر أو أكثر من 6 أشهر يبين على أن المقاومة بدأت تعمل باستراتيجية حقيقية وتعمل بتأني استطاعت أن تخطط لسنوات وليس لأيام أو أشهر لهذه العملية، تجهز نفسها للحالات يعني تفكر بمبدأ إدارة المخاطر حتى في الجانب العسكري والاستراتيجي، أنها تدرك تماما إن قامت بهكذا عملية سوف تتعرض إلى هجمة دولية، سوف يقطع عنها الماء والكهرباء والبنى التحتية تقصف، سوف تتعرض إلى عملية تجويع ونقص المواد الغذائية والصحية. لذلك كانت حاضرة على المستوى الميداني، على مستوى مباغتة العدو، وعلى مستوى الاستعداد النفسي، وهذه نقطة مهمة جدا. عندما تتركز كما قلنا في التحية تتركز ثقافة المقاومة وعقيدة المقاومة في نفسية المقاوم الفلسطيني وفي نفسية أبناء الشعب الفلسطيني، نستطيع أن نفسر هذا اللغز الكبير الذي لا يمكن تفسيره بالمقاييس العسكرية. كما قلنا غزة 360 كيلومتر وإسرائيل ومن معها من دول العالم ومقاومون لا يتجاوزون الآلاف، يستطيعون أن يصمدوا ويقاوموا ويحققوا انتصار بهذه الصورة التي أبهرت العالم وأسرت الصديق قبل العدو. نعم، إذا تسمح لي قبل أن أنتقل إلى الأستاذ مختار رئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمود الهاشمي، أشكرك جزيل الشكر، شكرا لحضورك معنا، ولكن بسبب التزامك مضطرين أنه نشكر ونختم معك، شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ مختار، ما أهمية المقاومة وأذرع المقاومة في الوطن العربي والشرق الأوسط بدعم القضية الفلسطينية؟ تفضل. يعني في الحقيقة في عملية الطوفان الأقصى شهدنا تطور مهم جدا، هو تحقيق وحدة الساحات على مستوى محور المقاومة. يعني سابقا نعم كانت هناك وحدة الساحات يعني بين الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948، وأكبر دليل على ذلك تطورات أيام عملية سيف القدس، وهناك كانت توجد غرفة عمليات مشتركة بين قوى المقاومة، تحضرها الجمهورية الإسلامية، بقية قوى المقاومة سواء من العراق ولبنان وبقية يعني قوى ودول محور المقاومة وسوريا. أما في هذه المرحلة هذه القوى وهذه الدول دخلت بشكل يعني مباشر في مواجهة العدو الصهيوني، وهناك يعني نشهد التطورات في بحر الأحمر، في شمال فلسطين المحتلة، عمليات المقاومة الإسلامية في العراق. ونشير هنا يعني إلى بيان كتاب الشهيد عز الدين القسام بعد استشهاد اللواء زاهدي، وهو أشار إلى نقطة مهمة، قال نشكر دور الشهيد زاهدي في عملية طوفان الأقصى. يعني كذلك إيران حاضرة بقوة في هذه العملية، عملية مواجهة الكيان الصهيوني. اليوم محور المقاومة أثبت للعالم بأنه حاضر بقوة في هذه الساحة، ويستطيع أن يؤلم العدو، يلحق الهزائم بالعدو، وهذا يحقق الأرضية لتحقيق النصر والانتصار الكبير بإذن الله تعالى، يعني وهو تحرير القدس الشريف وفلسطين المحتلة من البحر إلى النهر. يعني هذا يمهد هذه الأرضية ويبرز بأنه المقاومة لديها هذه القوة بأنه تؤلم وتوجع العدو، وكذلك تقلع العدو جذوره يعني من هذه الأراضي الذي احتلها يعني عام 1948. جيب أستاذ مختار، أغلب قادة المقاومة اليوم وتحديدا في يوم القدس العالمي يتحدثون عن نصر قريب للقضية الفلسطينية ونصر حتمي بإذن الله. ما هي المستجدات التي طرأت على القضية الفلسطينية حتى اليوم يتحدثون بهذه الروح العالية عن النصر القريب؟ يعني هذا واضح جدا، من المؤكد المقاومة ستنتصر في قطاع غزة، وهذا النصر حققته منذ اليوم الأول، والنصر هي مستمرة في النصر المقاومة، يعني أن العدو لم يحقق أي من أهدافه وتلقى هزيمة كبرى في يوم 7 أكتوبر، وهذه الهزيمة مستمرة بالنسبة للعدو. كذلك يعني هناك أنا أشرت إلى موضوع يعني أن وجود الكيان الصهيوني أصبح في خطر عندما الولايات المتحدة تتدخل وتدخلت، والآن تتدخل لتغير موقف الكيان الصهيوني. نعم. وتخرج الكيان الصهيوني بشكل ما من هذه الورطة. فلذلك يعني هناك واضح أن المقاومة تقترب من النصر الكبير، وهذا ليس شعار، هذه حقيقة على أرض الواقع. هناك بدأت الهجرة العكسية، هناك الكيان يعاني من شرخ وانقسام داخل مجتمعه وهو على وشك يعني الحرب الأهلية. فلذلك يعني كل الأمور تشير إلى أن
المقاومة تستطيع أن تحقق ذلك النصر الكبير بإذن الله تعالى. الله. واليوم رأينا في طهران وفي مسيرة يوم القدس العالمي حضور أمين عام حركة الجهاد الإسلامي وكذلك يعني الحاج زياد النخالة وكذلك رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو فدك معا في هذه المسيرة وفي مسيرة يوم القدس العالمي ومن طهران. هذه تعطي رسالة بأنه هذا محور واحد وهو جسد واحد، وهذا الجسد الواحد وهذا المحور الواحد هو إن شاء الله في نهاية الطريق يعني سيحقق النصر النهائي. جيد. أستاذ، اليقين بالنصر لدى أبناء المقاومة ربما يضيف عامل مهم جدا بقلب الموازين، ما الذي أضافته هذا لروح أبناء المقاومة وهم يشعرون بالنصر قريب وكل القادة اليوم يتحدثون عن نصر محتوم وقريب بإذن الله تعالى؟ يعني نتكلم بجانبين، جانب الأول الجانب الميداني، الجانب الميداني بداية وبشارات هذا النصر انطلقت منذ 7 أكتوبر بهذه العملية المباركة وفشل استخباراتي وأمني وعسكري كبير للجانب الإسرائيلي. إسرائيل انهارت، اليوم إسرائيل أيضا تعيش انقسام مجتمعي وانقسام سياسي حتى في داخل كابينة الحرب الذي شكلت كحكومة طوارئ بعد عملية طوفان الأقصى. هناك اليوم خلافات كبيرة جدا بين نتنياهو، بين وزير الدفاع، بين الجهات المعارضة الأخرى، أيضا التظاهرات التي بشكل شبه يومي تخرج من قبل المستوطنين وأسر الضحايا والأسرى الذين يطالبون، كانوا يطالبون في البداية بضرورة وجود صفقة لعملية تبادل الأسرى بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وصلت في الأيام الأخيرة إلى المطالبة بإنهاء وجود حكومة نتنياهو ومطالبة بانتخابات جديدة في البلاد. كل هذه الأمور تبث يعني انقسام سياسي وانقسام مجتمعي. أيضا على الوضع الاقتصادي، عندما قامت جبهة أنصار الله الحوثيين بتطور نوعي ونقل المعركة إلى البحر باعتبار استغل جغرافيتها ولها مساحة كبيرة جدا سواحلها على بغضيق باب المندم، على البحر الأحمر، على خليج عدن، استطاعت أن توقف التجارة البحرية الإسرائيلية التي تعتمد عليها في مئة إلى في اعتبارها تمثل 70% من واردات إسرائيل البحرية، فبالتالي شلل كبير لحركة الاقتصاد الإسرائيلي. النقطة الأخرى المهمة أيضا جبهة حزب الله الذي استطاعت أن تجعل مستوطنات غلاف غزة شبه خالية، واستطاعت أن تفرض معادلة جديدة في منطقة الشمال الإسرائيلي وأن تشغل عدد كبير من القوات الإسرائيلية لكي لا تقدم الدعم للقوات الأخرى المنهزمة في قطاع غزة. جبهة العراق وكانت جبهة مهمة جدا، المقاومة العراقية تشرفت وانفردت بضرب الجانب الأمريكي باعتباره الداعم الأساسي كان لكيان الغاصب عندما استهدفت قواعده في العراق وفي سوريا، وأيضا وصلت لأول مرة ضربت إيلات لأكثر من مرة، ضربت البحر الأحمر، ضربت قواعد مهمة حق الغاز كاريش الإسرائيلي المهم في البحر الأحمر، ضربت قواعد جوية ومطارات للكيان الغاصب. كل هذه رسائل معينة. اليوم في يعني في يوم القدس في بغداد بيان المقاومة العراقية كان واضحا وأعطى رسائل عديدة. أولا عندما ذكر 400 عملية قامت بها المقاومة الإسلامية وقال إن هذه العمليات هي لا تمثل 5% من إمكانيات محور المقاومة أو المقاومة الإسلامية في العراق، رسالة ردع واضحة وأن المقاومة العراقية استطاعت أن تجهز نفسها. يعني عودة على سؤالك، لماذا نتكلم عن النصر؟ امتلكت القدرة، واعتقد أنه هو مبدأ قرآن يعتمد عليه كل جبهات المقاومة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. فبالتالي حتى هددت أنه إن قام الكيان أو حكومة نتنياهو بتصرف متهور لاجتياح رفح سوف تقوم المقاومة العراقية بتكثيف العمليات، عمليات نوعية لأهداف حيوية في إسرائيل. الفاعل السياسي الإسرائيلي يدرك تماما هذه النقطة، فبالتالي على الوضع الميداني كل جبهات المقاومة اليوم مصرة على الاشتباك مع العدو الصهيوني الإسرائيلي. النقطة الأخرى التي أشير إليها والجانب الآخر الجانب المعنوي، الجانب المعنوي الذي تكلم به السيد القائد السيد الإمام الخامنئي عندما قال بعد عملية طوفان الأقصى إن الجيش الإسرائيلي لن يذوق طعم الانتصار، واليوم في يوم القدس قال نقطة ثانية أخرى إن زوال إسرائيل بدأ ولن يتوقف. هذه الأمور هي ليست مجرد تصريحات، عندما تصدر من السيد الولي الفقيه قائد الأمة أكيد مبنية على معطيات ميدانية حقيقية، تحليل سياسي عالي المستوى إضافة إلى البعد الغيبي. كل هذه الأمور تمثل جانب معنوي وجانب معنوي للحديث بموضوع الانتصار. عضو شبكة الهدف الأستاذ مؤيد العلي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، وأيضا عبر سكايب من طهران رئيس تحرير صحيفة الوفاق الأستاذ مختار حداد، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. We'll be right back.
الرئاسات الثلاث تؤكد على أهمية استمرار تقديم الدعم للحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي. محافظ بغداد يوجه بتفعيل الجولات الميدانية ومراقبة عمل أصحاب المولدات. وزارة الصحة تعلن عن فتح باب التعيين لكليات التقنية الطبية من خريجي العام الدراسي 2022 و2023. جهاز الأمن الوطني يعلن عن صدور حكم بالإعدام على شبكة دولية لتجارة المخدرات في بابل. النزاهة تدعو المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضية. حصاد الليل انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.